اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم باللي راح نعرضه لكم او بالمواضيع اللي انتم تردون تعرضوها او تحجون عليها في البرنامج على ارقام الهواتف اللي تشوفوها باسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من اللحظات على واحد من ذني الارقام في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان. تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم الاخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي بصفوا اشاره الواتساب برساله مكتوبه، اتمنى تكون الرساله مطبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. نبدا حلقتنا مشاهدينا الكرام، واول ملف ويانا بحلقه هذا اليوم هو ملف التجاوزات اللي تحصل بالمنافذ الحدوديه، ونبدا حلقتنا من منفذ الشلامجه الحدودي ويا جاره السوء ايران ومع محافظه البصره. اليوم سواق المركبات اللي يوصلون إلى هذا المنفذ يعانون ما يعانون نتيجة الإساءات اللي تحصل بالمنفذ، وأصحاب المركبات يعانون من الروتين والمضايقات في منفذ الشلامجة ويطالبون بإيجاد حل لمعاناتهم، خصوصا بعد تعمد مدير منفذ الشلامجة بعرقلة مرورهم وعرقلة طريقهم. تعالوا نشوف. احنا سواق ترالات منفذ الشلامجة قصينا الوثيقة من الشركة الجديدة اللي معترف بها من كل الجهات، لكن مع شديد الأسف لقينا رفض قاطع من مدير المنفذ. كذلك اليوم جماعة الوثيقة القديمة جاي يدخلون جاي تسهل أمورهم، لكن احنا جماعة الوثيقة الجديدة ماكو رفض قاطع وما جاي تسهل أمورنا ولا جاي نمشي كذلك. فنريد حل لهذا الموضوع اللي جاي نواجه به صعوبة كل شديدة. بأمر مدير المنفذ، مدير منفذ الشلام. هذا الحال بمنفذ الشلامجة. نطلع من البصرة نروح إلى محافظة واسط ونشوف بمنفذ آخر من منافذ المحافظة، هو منفذ زرباطية اللي وجدنا ناشط يوثق لنا معاناة أصحاب المركبات بالمنفذ من قبل الجانب الإيراني اللي وصل به الحد أن يتعدى بالضرب على المواطن العراقي خلال مروره من المنفذ ومحاولة عرقلة الإجراءات من قبل الجانب الإيراني. وما أعرف منفذ الزرباطية يندار من قبل من؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم إلى المسؤولين في محافظة واسط، إلى المسؤولين على المنافذ الحدودية، السواق العراقيين أصحاب الشاحنات أصحاب التريلات قاعد يعانون من مشاكل وين؟ بالجانب الإيراني. يعني هسه لو ترجع بكل المنافذ المصدر يدخل على اليمن على المستورد، احنا هنا بهذا المنفذ لا، احنا نطب لهم جوا. بالإضافة إلى هسه من سمعت من السواق قاعد يعانون من فد شغلات من الجانب الإيراني اللي ما ينطي يجرون سكينه عليه هيك بهال، واللي يتعارك يمكن ويا ايراني او يقول له ما انطيك يلتمون عليه بسكاكين وبغير امور وخاوات قاعد ياخذون جوه. زين وحكومتهم وياهم، واحنا الشعب العراقي احنا الله ويانا، ماكو احد يشكي هاي الشريحه المظلومه. فاحد اخواننا السواق اللي خليه ينقل للرأي العام المعاناة مالتهم اللي قاعد تصير. السلام عليكم، أنا سايق محافظة واسط منفذ زرباطية، نعاني عن الجانب الإيراني عن الكرامية. من ما تطي الكرامية الإيراني يجر الحربة ويتجاسر عليك، وهم مجموعة من عمال وكلهم مسلحين، وإحنا ناس على باب الله رايحين يمهم نشتغل عمل على عملنا، وهذه الامور يعني جاي تصير تتكرر ازيد من مرتين ثلاثه اربعه، ويا السائق العراقي سرقه وبوق وتجاوز كل الامور. احنا نريد صوتنا يوصل للمسؤولين. شو تريد؟ تريد نقطه التبادل تصير بالجانب العراقي؟ نعم نعم. حمايه لكم؟ نعم حمايه. اكو فقره خليني اذكرها، ذكر لي اياها احد السواق اخوتنا، يقول من تتاخر السياره بالجانب الايراني ياخذون اولا ياخذون، ثانيا البضاعه تتلف. من يجي هنا بالجانب العراقي ابو السونار لو ابو السيطره النوعيه يفحصها يقول له هذا الامر الحمل مالتك
منتهي الصلاحيه مالته، فيروح يرجع للجانب الايراني يفرغه ويرجع يلزم سره. احنا اذا يجي هنا ما راح يتاخر الحمل، البضاعه ما راح تتاخر، راح السيطره النوعيه تطلع مضبوطه وصحيحه. التاخير بالجانب الايراني قاعد يصير، تاجر شنو ذنبه؟ السائق شنو ذنبه؟ لانه من راح يرفض راح ينذب، تصير الخساره على التاجر العراقي، والسائق الايراني بهيك حاله راح يضيع السيره مالته ويرجع يلزم سيره، وهو يجي ما يحاول يركب له كروه السائق العراقي. فاكو شخص من عندكم بعد شلون بوك باتريات جاي يصير هذا ذكرنا يعني السائق العراقي بالامان ما إلا بالجانب الإيراني. السؤال اللي ينطرح هنا، أنا أردحت شوية الحكومة بعيدا عن اللي دا يصير هنا هذا كله، الحكومة شنو دورها؟ شو العراق صاير حائط صيص، يا هو اللي يجي ويصعد ويعبر من فوقه وما داير لبال، تعرفون ليش؟ لأنه يقول لك الفرس من خيالها. افهم أنا شو أقصد من أقول لك الفرس من خيالها، لأنه بالعراق ماكو خيال يقدر يوقف الجانب الإيراني عن حده بسبب المضايقات اللي صارت من الجانب الإيراني. نظموا عدد من أصحاب المركبات احتجاجات بمنفذ زرباطية الحدودي، يطالبون بالجهات الحكومية أن تلغون الساحة الإيرانية ويفعلون الساحة العراقية مثل ما سمعنا قبل شوية بسبب تعرضهم للإساءة من قبل الجانب الإيراني، إضافة إلى الضرب السب الشتم في كثير من الأحيان. صورنا صور هاي العالم. لا بروح للسير والله العظيم عم بحلوني يا ماني يا دخول حرك عين حرك جميع سيارات انسحب. هذا الحال اللي دا يصير بالمنافذ الحدودية، شفنا الشلامجة وشفنا زرباطية. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت. ماجد حميد يقول ضعف وتخبط حكومي واضح في المنافذ الحدودية جميعها. أبو أكرم المطرفي، إذا كان الوطن برمته موزع بين الكتل والأحزاب الفاسدة من الطبيعي أن ترى المنافذ الحدودية موزعة بنفس النهج. علي المالكي، أصبحت السلطة تحارب الشعب بأبسط الأمور وهي الاستيراد. وعلاوي الدراجي يقول كل منفذ بالعراق موزع على عشائر والأحزاب والأموال بالمليارات. فكان هذا تعليق الناس على ما يعانونه بالمنافذ الحدودية. المنافذ الحدودية اللي هي النقطة الحدودية للبلد، هي ليش وجدوا المنافذ الحدودية؟ لأن هي أول نقطة لبداية السيادة لأي دولة بالعالم. أنت المنافذ الحدودية الشلامجة، زرباطية، القائم، الوليد، طريبيل، الكرامة، الكرامة هي المنفذ الأردني. ذني المنافذ الحدودية العراقية، ذني كلن هي عبارة عن 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 نقطة البداية للسيادة العراقية. أي مواطن يوصل إلى هاي الجهة انتهى كل شيء، وأصبح الأمر الناهي هو العراق. هذا من المفترض. إضافة إلى ذلك، العراق لما يكون مصدر إلى بضاعة ما، لما يعبر الحدود العراقية ويدخل الحدود السعودية، الأردنية، السورية، التركية، الإيرانية، دول الجوار تسمح إلى المصدر أو التجار أن يتصرفون براحتهم؟ لا، هنا يبدون ينحكمون بما يأمر به البلد اللي هو داخل له. زين، ليش البضاعة الأجنبية لما تدخل للعراق الأجنبي هم أنا يتحكم بها؟ أي رقم اثنين، رقم ثلاثة، هيبة البلد وين؟ لما أنا أعرف أنه الجانب الإيراني بمنفذ زرباطية المنتسبين اللي بيعتدون
على المواطن العراقي ويرفعون عليه حربه وسب وشتم وياخذون منه خاوات الهيبه، وين وين بقت اكو 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 شيء اسمه عراقي بعد؟ هذا الحكي هنا انا ما احكي المواطن، احنا المواطن ما له دخل، انا احكي الحكومات. الحكومه هي اللي ترفع هذا الشيء وهي اللي تهد هذا الشيء. احب اقول لك شغله، العراقي كان يدخل باي حدود من دول الجوار وهو محترم الى ابعد حد وفوق ما تتصور. ما اقصد لك دول الجوار لا، بل كثير من البلدان كانت اكو هيبه للجواز العراقي وللمواطن العراقي. دول الجوار ما زالت الى اليوم تحبنا احنا كشعب، ويعرفون شعوب دول الجوار انه احنا كشعب ما لنا علاقه بهاي الحكومه، وانه احنا كشعب لا، هيبتنا محفوظه. لكن انا داعش ويا الحكومه، لانه اللي يشتغلون بالمنافذ الحدوديه ويتصرفون بهاي التصرفات داسك انت وسيادتك وحكومتك وقانونك وتشريعاتك ببصاله. فاتمنى تصحون على هاي النقطه. ملفنا الثاني من العاصمه الحبيبه بغداد، ونروح من بغداد في نفس الملف الى مكان اخر. نبدي ببغداد. الكل يعرف ان دول العالم اليوم دا تتسابق بيناتها حتى يحسنون صورتها امام المسافرين والزائرين بالمقام الاول. اول خطوه يشتغلون عليها هو المنفذ الرئيسي للبلد. احكي هنا عن المطار، فتلقى مطارات العالم بيها سباق حول انظمه الرفاهيه، الراحه، الخدمات، هذا كله في سبيل ان تنقل البلدان صور جميله عن بلدانها، او تنقل الحكومات صور جميله عن بلدانها. لكن في عراقنا الحبيب الوضع مغاير للي حكيناه قبل شويه. اللي صاير نفهمه بالفيديو اللي راح نشوفه هسه، واللي وثق لنا يا مواطن يبين لكم به تهالك البنيه او الواجهه الاماميه لمطار بغداد الدولي، وهو الواجهه الرئيسيه للبلد، واللي تكشف الاهمال، غياب الصيانه من قبل الجهات المعنيه على الرغم من الامكانيات الماليه الهائله. مطار بغداد الدولي، هاي الطريقه؟ يعني هسه انا اليوم من يجي مثلا مطار بغداد الدولي اريد اصور، اريد اوقف، اوقف بهاي الطريقه؟ من يقبلها؟ ما اعرف المسؤولين لما يجون يفوتون منا ويسافرون ما يقرون، اعرف عندهم صاله مال تشريفات من غير طريق، بس يا ترى ما يشوفون هاي الحاله؟ يقبلون بهاي الحالة؟ هذا واجهة المطار، هذا واجهة البلد بهاي الطريقة؟ تشوفون؟ شوف الزبايل بالمناسبة، هاي منطقة التفتيش، ما يخالف بس مو بهذا الشكل، يعني الله ما يرضى هيك، يعني هيك واجهة مطار تمثلنا. تعرفون هذا المطار؟ هذا المطار اللي بناه العراق في سبعينيات القرن الماضي، واللي كلف خزينة الدولة في ذلك الوقت 900 مليون دولار. هذا المطار كان واحد من أكبر مطارات الشرق الأوسط، وهذا المطار كان واحد من أكثر المطارات رفاهية، وهذا المطار كان واحد من أجمل المطارات في الشرق الأوسط، وهذا المطار اللي لما انبنى كان إلى حظوة إعلامية و و و و و في سبيل التطور. أما اليوم إحنا بالألفين وأربعة وعشرين عندنا مطار مبني بالسبعينات، بس المطار بمصايب يا أبو مصايب يا أبو مصايب. بما أننا حكينا عن السبعينات والألفين وأربعة وعشرين، تعالوا نطلع من مطار بغداد نروح هنا المطار البصرة. مطار البصرة الدولي لقينا مواطن ثاني وثق لنا تساقط المياه من سقف مطار البصرة الدولي، هذا اللي يكشف سوء التنفيذ وغياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بإدارة المطار. طبعا للعلم هذا المطار هم ينبنى بالستينات من القرن الماضي، تم تعميره وتطوير البنية التحتية مالته في بداية الثمانينيات، وبعد ذلك توقف عن العمل بسبب حرب العراق مع إيران وحرب أم المعارك والحصار الغاشم اللي فرضت الولايات المتحدة على العراق، ومن ثم غزو العراق عام 2003. تم تعمير هذا المطار بمبلغ خيالي عام 2005،
وافتتاحها لاستقبال وتسيير الرحلات. لكن من 2005 لحد اليوم حسبوا شقد هي المسافة قصيرة، المشاكل هواية منها هاي. شوف هذا بالمطار، هذا الماي خرير نازل بالمطار، ها الله أكبر، هذا مطار البصرة الدولي الخرير، لقط الماي من فوق من فوق. شوف هذا بالمطار، هذا الماي خرير نازل بالمطار، ها الله أكبر، هذا مطار البصرة الدولي الخرير، لقط الماي من فوق. سقف المطار يخر ماي على الناس. أنا أريد أسأل سؤال واحد، من 2003 إلى حد هاي اللحظة أنتوا تحكمون بهذا البلد، وتحكمون هذا البلد بميزانيات معروف عن اسمها انفجارية، 100 مليار، 110 مليار، 120 مليار، 130 مليار، ميزانيات مخيفة. بالمقابل نسمع ملايين الدولارات تنصرف هنا وهناك. لما نحكي عن بلد ميزانيته 100 مليار، برج خليفة اللي موجود في دبي في الإمارات العربية المتحدة كلف الدولة 5 مليار دولار وشوية. لما نحكي على 100 مليار يعني احنا بإمكاننا بميزانية العراق لعام 2023 أو 24 نبني 20 برج مثل برج خليفة. 20 برج مثل برج خليفة، تعالوا شوفوا الوارد اللي يجي من وراه، لأن بفنادق وبمولات وبمحلات وبمراكز تجارية وبشقق وبهواية أمور، إضافة إلى أنه أصبح مركز جذب سياحي للإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ذلك أصبح هو رمز لدبي برج خليفة كونه أعلى برج بالعالم. فتتخيل في هاي الميزانيات الانفجارية اللي عندنا إيش كم مطار، إيش كم مستشفى، إيش كم إيش قد نقدر نبني أشياء، هذا كله احنا عندنا هاي الميزانيه الانفجاريه وعندنا هذا الحال. ولما تحكي وياهم يقول لك احنا عارضين للاستثمار، لما يتباوع على الاستثمار تلقيهم هم يطمون نهر دجله بالدوره حتى يبوقون من المساحه مال نهر دجله، ويبوقون الاراضي التابعه للدوله حتى يحولوها استثمار، ويبوقون الاراضي اللي تابعه للمواطنين حتى يحولوها استثمار. شوارع مفلشه، جسور مفلشه، طرق مدمره، بنايات تعبانه، بنايات مدرسية أصلاً عندنا نقص إضافة إلى الموجود أنه هو تعبان، مستشفيات متهالكة، كوادر طبية ما عندنا، رواتب ما عندنا، رواتب رعاية اجتماعية ما عندنا. يا ترى ميزانياتكم الانفجارية وين تودوها؟ ناس لما شافت هذه الفيديوهات، فاروق سلام يقول مع الأسف والله وإجا البلد للعالم، واجهت البلد للعالم هيك، مازن عدنان حرفياً أسوأ مطار دخلته بحياتي والله، مع الأسف هذا واقع مطار العاصمة. قيس أبو سعد، مع الأسف الشديد هذا من الواقع المرير في سنة 2024 وما قبلها. وعلي الفوزي يقول المطار يعكس قدرة وإمكانات إدارته البائسة. فعليا لما يتباوع على شركات النقل الجوي تلقى إدارة بائسة، لما يتباوع على حال المطارات اليوم بالعراق تلقى إدارة بائسة، لما يتباوع على حال المستشفيات بالعراق تلقى إدارة من داخل المستشفى ومن الوزارة بائسة. هذا كله دا يصير اليوم في بلد تنخر بأرضه، حشرة الأرض اللي أكلت العراق هي الفساد. محمد من أمريكا حياك الله. ألو السلام عليكم أستاذ أسد، أحييك وأحيي قناة رافدين البطل. عزيزي هم دولة جايين يبوقون لا يعمرون ولا شيء، هم شغلة مقصودة، دولة أبو عمامة وأبو خاط قسماً بالله هو جاي بوك. نعم. جاي بوك يا شعب يا عمي، خزينة أبني بها 6 دول قسماً بالله 6 دول. نعم. هالخزينة جاي ودوها لإيران خوارهم العدم، جاي قتلهم بها الإسرائيلات، من يجي الإيراني الوسخ القذر للزيارة يمسحون قندرت حجاب، يمسحون قنادرة بوشهم ورجل الإيراني، من يروح العراق هناك يذلوه حجاب يضربوه بالنعال. نعم. هي سببها منه المراجع القذرة القاعدة بالنجف وكربلة، إن ذول الأنجاز. نعم. ذول الصفويين الإيرانيين السستاني الإرهابي، هذا الإيراني الصفوي النجس قاعد بكربلة والنجف، اللي حط يده بيد إيران من العفو بيد الأمريكان من دخلوا العراق. نعم. في التاريخ لي ورا، يرجع لي ورا، طب لا تقسمان بالله بيد بلامر قال احنا نصير ويا الأمريكان، نصير ضد السنة على الأمريكان، قسمان بالله حتى يقتلون السنة، هو هذا السستاني الفاشل الإرهابي السقط ابن حجاك ابن السقط.
تحياتي لكل قناة رافدين البطلة. حياك الله أخي محمد، شكرا جزيلا. أنا أعتذر من مشاهدينا الكرام، أنا قلت تكلفة طلعت خيالية بالنسبة إلى برج خليفة، قلت 5 وشوية، طلعت 1.5 مليار. يعني العراق بميزانية 2023 يقدر يبني 111 برج وشم واحد صغير بصفة يقمز بيهن على العالم. مشكلة اليوم البلد صار فساد ومخدرات ومشاكل وبلاوي، صار كل شيء صار عندنا بالعراق مو طبيعي ومو صحيح. قمنا نسمع بتبليط الشكر لما، قمنا نسمع تايرات يحطوها بدال حواجز مال أو بدال الفواصل مال جسور يمدون تايرات ويحرقوهن، قمنا نسمع جسور تترقع ترقيع، قمنا نسمع رواتب رعاية اجتماعية ما تكفي، قمنا نسمع تمطر الدنيا تغرق العالم، قمنا نسمع نازحين عايشين بالخيام وما لاقين لقمة، قمنا نسمع أنه أكو عراقي ما عنده جنسية وما عنده هوية، والسبب أنه طمغوا عليه طمغة تنظيم هالقداته قدام العراق وقدام تاريخه. طب للبلد بتخاذل الحكومات وراحوا جوا رجلين الناس مع الأسف. ملفنا الثالث مشاهدينا الكرام راح نكون بيبي محافظة البصرة تحديدا، نحكي بهذا الملف عن معاناة المواطنين والمراجعين بدوائر الدولة. تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور يطلع به سرة طويل لمراجعين. دول المراجعين منو؟ كبار سن ومرضى. وين؟ بداخل دائرة تقاعد محافظة البصرة. دول الناس الكبار بالسن المرضى التعبانين يعانون أشد معاناة في أثناء المراجعة بسبب سوء التنظيم والإدارة من قبل الجهات الحكومية. تعالوا نشوف دائرة تقاعد البصرة شلون العالم تقدم عليها. تفضل. لكم ما تستحون، مو عيب. هذا المواطن الرجال الكبير بالعمر شنو ذنبه؟ بعدنا احنا بالعراق شبابيك شبابيك ومن برا الدائرة، بعدكم تتعاملون ويا المواطن وتحسسون انه هو ما له قيمة، بعدكم تحسسون المواطن العراقي انه هو لا شيء امامكم. شنو الموظف قاعد جوب على مكتب مرتاح ومن الشباك وقاعد يعيط ويصيح والناس ملمومة تريده بس ياخذ الفايل مالتها؟ هذا بيا عصر التكنولوجيا، ما قدرتوا تبنوا لكم دائرة. عمي لا تبنون دائرة، ابنوا قاعة. عمي لا تبنون قاعة، روحوا إلى أي قاعة عراس، جيبوا لكم الشم ميز والشم موظف وواحد يوقف، لا تجيبون جهاز إلكتروني ويدق الرقم مال هوية مالته والتسلسل مال هوية الأحوال المدنية أو تسلسل البطاقة الموحدة وتقول له لا تفضل هذا رقم مال سرة مثل دول العالم المتطورة. لا حبيبي، وقفوا واحد يعطي ورقة 1 2 3 4 5 6 ويصيح 1 هنا 2 هنا 3 هنا، ذولا ما يطولون دقائق. شنو الحال هذا؟ وين عايشين احنا؟ نبقى بالبصرة. احد الناشطين في محافظة البصرة في هذا الفيديو شكى من سوء التعامل من قبل الموظفين ويا شريحة معينة هم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل الدوائر الحكومية. أنا هاي القضية فعليا ما أفهمها، نهائيا ما أقدر أستوعبها. يعني ذوي الاحتياجات الخاصة هؤلاء يجب على كل الناس يعينوهم يساعدوهم يكرموهم مو يتنمر عليه أو يعاقبه أو يسئله، لأنه لا هي بديدنا إحنا كعراقيين
لا هي بأخلاقنا ولا بأخلاق ديننا الحنيف، لأن لا بتعاليم الدين ولا بالذوق ولا بالأخلاق ولا بالمروءة أن نتعامل هؤلاء بسوء، كذلك كبار السن. وأريد أنقل رسالة إلى الموظفين بشكل عام اليوم بالعراق كله، وإلى كل من يسيء إلى شيخ أو عجوز، ابني، أخوي، أختي، ابن عمي، بنت عمي، حبيبي أنت. اليوم لما أنت شاب بقوتك صغير بالعمر ما تعرف رب العالمين نظام لك باكر، اليوم أنت صغير باكر أنت كبير، اليوم أنت تسيء لهم، تخيل نفسك بمكانهم وشوف شنو شعورك لو أنت كبير وتجي يمي وأسيء لك. أتمنى الرسالة وصلت، لأنه ذولة أبانا وأمهاتنا، خلينا نحس. رسالة إلى وزير العمل وإلى سيد ذكرى رئيسة الهيئة، بشهر الله، بشهر رمضان، بشهر الطاعة، عمي من تجيبوا لكم موظفين للهيئة للمعوقين، من تجيب لك مدير دائرة للمعوقين، عمي أفحصة شوف إنسانيته، هم المن غير مدراء أو موظفين ما المعوقين؟ يا عمي المعوق يحس بنقص، يا ناس يا إسلام المعوق يحس بنقص، بس مو أي بني آدم، بني آدم في ذلة معوق يا أخي، والله ما صايرة، والله جريمة بحق الإنسانية. موظف أنت براتبك، من يجيك معوق احترمه، خاف من الله. شنو هو معوق؟ أنا هسه معوق، أنا حميد الأعراج، الله وكيله، خمشي بالشارع أستحي يا أخي، أحس بنفسي نقص. هاي شنو هاي؟ من يجيك معوق وانت موظف والدولة تطيش راتب، احترم نفسك وقوم للمعوق بواجبه. لو بس من يجيك مسؤول، لو رئيس حزب، لو شيخ، لو منا عمي خاف الله، استحوا اخجلوا. محشوم اخي العزيز، انت وكافة ذوي الاحتياجات الخاصة، لا والله انت احسن من اي مسؤول، من اي رئيس حزب، من رئيس اي رئيس كتلة، لانك مواطن عراقي قلبك عليهم، حاس بيهم وحاس بضيمهم وتعبان وياهم. أما ذاك شو مسوي للمواطن العراقي فحتى يحس بيه؟ المشكلة اللي دنعاني من عدها، محشوم من النقص أخوي العزيز أنت وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، بس هو قال لك أنا كمواطن لما أمشي بالشارع أحس بنقص. هاي المشكلة، هاي مشكلة مجتمعية، لأنه يعني ربينا انه لما نشوف شخص يعاني من 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 اعاقه ما، انهم لا نتنمر عليه ولا نضحك ولا نتصرف بتصرف بحيث نحسسه باللي هو بيه، لانه فرضا شخص فاقد احدى كريمتيه، واحده من عيونه فاقدها، هو يعرف ويعرف كلش زين انه هو فاقد واحده من عيونه، فما يحتاج تجي عليه وتقول له ها تك عين واطفه، هاي ربينا عليها واحنا صغار. بس يبدو اليوم انه الموظفين مالتنا قاموا يمشون على الاشياء اللي من احنا صغار ربينا انه هي عيب. هنا انا ما احكي ويا وزير العمل، وزير العمل حاله حال واحد من هالوزراء اللي عرفنا وامنا انه هو ما داير بال هذا البلد، فانا احكي ويا الموظف. أحكي ويا الموظف وأقول له أنت عراقي وأنا عراقي وهذا عراقي، إحنا أخوة بالعراق، أخوة بالبلد، أخوة بالدين، أخوة باللسان، فمهما يكون ذللوهن الذن الأشياء. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، أول تعليق موجود يانا من محمد الأحمد الجبوري، بعض الدوائر تحب إذلال المواطن مع الأسف. حسن عباس، أغلب دوائر الدولة يمنعون الموبايل حتى لا توثق الحالات السلبية. إلياس علي السوادي، كارثة هاي، أكو موظفين أدوات بيد المسؤولين ما يهتمون للمراجعين. وحازم الحسو يقول أبدا ماكو احترام للمواطن المراجع في دوائر الدولة، من قبل موظفين في الموصل وكان المواطن يستجدي، من قبل موظفين في الموصل وكأن المواطن يستجدي منه. فهذا كان تعليق الناس على قضية معاناة المواطنين بداخل دوائر الدولة. أكو نقطة مهمة هم أنا لازم أحكي بيها ويا الموظفين، أخوي الموظف وأختي الموظفة،
أنتوا مو أصحاب بيوت، أنتوا موظفين، وظيفتك في هذا المكان هو خدمة الرأي العام، خدمة المجتمع، خدمة الناس. يعني أنت موظف في دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة أو هيئة المعوقين، أنت يعني ومهمتك الأساسية خدمة هذه الشريحة. أنت تشتغل في هيئة الرعاية الاجتماعية، أنت مهمتك أنه ترعى هؤلاء الناس وتقدم لهم خدمات. أنت تشتغل بالبلدية، أنت واجبك تروح تكمل أمورك بأكمل وجه، فأنت موظف لخدمة الناس. إن كنت بمستشفى أنت موظف لخدمة مواطن، إن كنت ببلدية كذلك، إن كنت بدائرة حكومية، إن كنت بالجيش، إن كنت بالشرطة، في كل مكان أنت موظف لخدمة الناس. لكن اليوم اللي دا يصير بالبلد، المواطن قام ما يشعر أن الشرطة في خدمة الشعب. كنا صغار نسمع أن الشرطة في خدمة الشعب، لكن اليوم المواطن يخاف من الشرطة. كنا قبل نعرف أنه المواطن لما يروح إلى دائرة يحصل المعاملة مالته ويكمل معاملته بأسرع وقت ويطلع. أما اليوم المواطن مبدئيا لما يطب بمعاملة ما هو يقول لك شهرين ثلاثة يلا تكمل، أو ورق انطي فلوس رشوة تحصل معاملة مالتك. اليوم المواطن أو عفوا قبل المواطن لما يتمرض يقول لك أخذني للمستشفى لأن يعرف راح يلقى العلاج هناك. اليوم المواطن يقول لك ما أقدر أروح للمستشفى لأن أصلا ما بيع علاج، وراح يحولوني للأهلي والأهلي ما عندي فلوسه، وراح يعطوني راتشيته وراتشيته بالصيدليات، ولازم أقعد أفتر عكة ومكة حتى شو أسوي، حتى أدور لي صيدلية بها أرخص دواء حتى أشتري، لأنه ماكو رقابة ولا سيطرة على السعر اللي موجود بالصيدليات. أبو عمر من بغداد حياك الله. حيا الله أستاذ أفل، وتحيات القناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك وبياك. حياك الله. حيا أستاذ أفل، إحنا نعرف المعوقين وذات الإعاقة يعني لازم أن يكون لهم هاي الشريحة، يعني للأسف مع احتراماتي لهم يعني عندهم اللي فاقد إيده واللي فاقد رجله واللي فاقد بصره واللي فاقد كثير أجزاء من يعني جسمه. المفروض على الحكومة أن تراعي هذا الشخص وتحسسه بكافة يعني بحياته، إذا كان بعمله وإذا كان بوظيفته وإذا كان مراجعته إلى إحدى الدوائر، لازم أن تكون يعني تحسسه بأنه إذا كان يعني إذا كان في الجيش وإذا كان في وظيفته من سبب هذه الإعاقة لازم تكون الدولة مسؤولة عليه. وإحنا العراق يعني كانت حكوماتنا السابقة يعني مهتمة للمعوقين اللي تعوقوا بالحرب، اللي تعوقوا يعني بدوائرهم بوظائفهم بأعمالهم. يعني هاي مو غريبة علينا أنه ب 2024 أو من بعد 2003، يعني ليش العراق قبل كان الحكومات اللي عندنا مهتمة هذا دور شأنهم، يعني كانت رعاية لهم، كانت يعني كل الأمور الألعاب الرياضية كانوا يلعبون يعني يحاولون يعني نشوفهم يعني ما حاسين نقص متوفرة لهم، كذلك يعني دور سكنية لهم مهتمة لهم، كذلك الرواتب وبعضهم أنه من يروحوا المستشفيات أو يعني لهم يعني دورهم لهم يعني اهتمامهم. فللأسف إحنا يعني من 2003 ناس عندنا يعني انصابوا بالعواق بسبب الحروب، بسبب يعني التنظيمات اللي صارت عندنا، بسبب يعني الانفجارات اللي صارت، بسبب كل هاي الأمور. ما نحس إنه المواطن العراقي تهتم لهاي الشريحة من هاي سلطة الحكم أو ما نسميها سلطة الأحزاب. هذه يأثر على حالته النفسية وحالته المعنوية. يعني هس مع رأيك بعض المواطنين يعني لحد الآن نسمع من عندهم يعني برأيهم نقول يقولون إنه حرامات إحنا عايشين بهذا البلد، حرامات إحنا عايشين، ليش والله ما أخذ أمانته؟ هذا السبب دليل على إنه الحكومة ما مهتمة بيهم وما مرايتهم أبدا. يعني بنشوف كثير عندنا ناس يعني يروحون إلى دوائر الدولة، كيف يعني ما يهتمون لهم الموظفين، كيف إنه يرجعوهم، كيف يتعاملون معاهم مع بأنه ناس يعني ذات يعني وضعهم مو طبيعي. فللأسف هاي المفروض إن الحكومة تخلي لهم يعني جهات يعني أخرى تخدمهم، يعني تحسسهم بأنه خدموا البلد أو صارت في حروب أو في انفجارات، هذه تخلي لهم يعني مكانة.
فللاسف احنا الصاحي من عندنا مكان ما عندنا مكانه، فكيف انه هذول الناس عندهم يكون لهم مكانه واحترام لهذا المواطن، وهذا انه خاصه انه هو مواطن عراقي يعني خدم بلده او صار في اي حادث المفروض على الحكومه تهتم له وتراعيه، بس للاسف احنا ما عندنا حكومه، احنا ناس عندنا قتله سارقين اموال الدوله وسارقين هذا الشعب ودمرت الشعب. لو تهتم هذا المواطن لما كان انه حصل هذه الامور وحصل هذا الفساد وحصل هاي هذا الوضع اللي عندنا صار بالعراق من 2003، واي مواطن ما يشوفه انه تهتم للدوله. وللاسف للاسف احنا ما عايشين بدوله، عايشين ناس غابه عايشين يعني يحاولون ان يعني ينتقمون من ابناء الشعب العراقي بعد ما ضحوا واطوا انفسهم من اجل هذا الوطن، من اجل سيادته ومن اجل كرامته. فللاسف هاي الدوله والحكومه ما عندها اي سياده وما عندها اي كرامه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من هاي الحكومه ويعيد الشعب العراقي بحكومه افضل تراعي يعني ناسه من معوقيها من اللي صار بينا. فللاسف تحياتي لك وتحياتي لقناه الرافدين البطل. عندنا ناشط انتقد سوء تنفيذ المشاريع الخدميه بمحافظه ذقار وسط غياب المتابعه والمحاسبه الحكومية. وتحدث الناشط في هذا الفيديو عن غياب دور دائرة البلدية في تنظيف جسر النصر اللي تم افتتاحه حديثا. تعالوا نشوف. صور هنا ما نزل مقطع فيديو، نزلكم صور ثلاثة أيام هذا مو عيب عليكم مديرية بلدية الناصرية شعبة الخدمات مربع المدينة، مو عيب عليكم هذا التراب الزائر الناصرية ينزل من جسر جسر النصر. انتم منظمين حتى جسر النصر هذا راشوفه، يعني منظف قبل اسبوعين التراب ماله تشيلون تراب تبونه من خرابات الجسر، انتم بدأ ما تشيلون تراب من النفايات تصبون الناصريه وطلعون الناصريه بها صوره تحولون الناصريه مكمل النفايات. وين عمالكم الخدمات لو بس فضائيين؟ انت معاون خدمي، انت مدير بلديه من على يدي عن استدعاء الاجرام المنسبين كلهم. والله العظيم في شارع معامل واحد، وين العمال مالكم؟ طلعوهم هيئة النزاهة دققوا حسابات البلدية، روحوا للموارد البشرية البلدية قلهم وين عمال؟ ما معقولة بلدية الناصرية مقولة أسأل أسبوعين والله قبل ثلاثة أيام نشرنا عليه وعلى وضعها. هذا الحال وين؟ بذيقار. وعندنا ناشط آخر رصد لنا عبر كاميرا الهاتف النقال أو الموبايل الأوساخ والأتربة على جسر الزبير الجديد في البصرة، ويطالب الجهات المعنية على الاهتمام بنظافة المجسرات. تعالوا نشوف. مثل ما شاهدون إخوان، شو هذا التراب على جسر الزبير؟ والله حرامات. أدري وين البلدية؟ وين دورها؟ هذا قيمته 11 مليار. توه ما صار له منتشر من فتحته. ليش هذا التراب؟ هسه ممكن أسوي جي أكسي. شو يصير مثلا لما يتكون ويصير قصات هذا التراب؟ هذا على طوله جسر الزبير، هذا على طوله من الطول للطول متروس تراب. شو القضيه؟ وينكم؟ وين دوركم؟ هسه علي مبلغ ناشد من نتش ويامن ويامن نتش، هذا على طوله شوفوا التراب ليش مو حرامات؟ ليش ايش؟ بعدين قلت نسوي صيانه قطع الطريق قطع الجسر قطع شوف وساخه على طول الطريق، هاي وساخه على طول الطريق. هسه مقناصي وجهك ينسي شو يصير؟ اكو هو يقول له مقناصه وكنسه، اكو مركبات خاصه مال غسل الشوارع هي بعدها تشتغل هذا الشغل وما يحتاج لها. احنا بلد بنفط هواية، من المفترض لو الحال صحيح تجيبونهم كم سيارة شغلونهم كم موظف بالبلدية ويطلع يفتر بالشارع، وراح تشوفون هذا المنظر نهائيا نهائيا. لكن يبدو ان الحال بالعراق يختلف عن هواية امور هواية امور، عندنا غلط بغلط بغلط. ناطق الخفاج يقول بلدية وين دورهم؟ ومصطفى جواد، مع الأسف أصبحت ظاهرة تكدس النفايات متفشية بمركز البصرة ومناطق بها خدمات مثل القبلة وغيرها، نتأمل حل سريع إلى من تقع عليه المسؤولية.
سالم الكنعان يقول أسوأ وارد وأردى خدمات لكل كوادر البلدية حتى أبو الكابسة والعمال. أحكي عن واقع حال لمستب عيني، يرفعون النفايات من الحاوية بس الفوق والظاهر ويبقى الباقي بأسفل الحاوية. يوسف خضر الشويلي يقول بلدية البصرة ساحة للأحزاب متقاسمين فيما بينهم على خيراتها، أما ما يخدم الشارع البصري والمواطن فهباء منثور. هذا كان تعليق الناس على قضية تراكم النفايات وسوء الخدمات في البلد. إجراءات بيروقراطية تزيد من معاناة المواطنين في دوائر إصدار البطاقة الوطنية. هذا هو عنوان الانفوغرافيك اللي سلط به قسم التواصل الاجتماعي الضوء على الإجراءات الروتينية بدوائر الحكومة واللي تفاقم من معاناة المراجع خصوصا من كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى في مشهد يعكس العجز الحكومي عن أداء دوائر الدولة وسوء تنظيمها وعن إدارتها. تعالوا نشوف هذا الانفوغرافيك. فوضى وبيروقراطية وسوء إدارة وتخطيط في عام الإنجازات. فبعد أن حدد وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عبد الأمير الشمري مطلع شهر آذار المقبل موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كمستمسك وحيد معتمد في العراق وإلغاء العمل بباقي المستمسكات الأخرى، أظهرت الخدمات البائسة في مديريات الجنسية والأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية فشلاً واضحاً في التخطيط لهذه الخطوة. غضب في الشارع العراقي من إجراءات الحكومة الروتينية والصعبة من أجل الحصول على البطاقة الموحدة، ما تسبب بزخم كبير في دوائر الأحوال المدنية وعدم تمكن العراقيين من الولوج لموقع الحجز الإلكتروني بسبب تعطل الرابط وصعوبة الولوج إليه وسيطرة مافيات تتحكم في الحجوزات الإلكترونية مقابل إرهاق كاهل المواطن بتكاليف باهظة. حكومة الإطار ووزارة داخليتها تعجز عن توفير الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات والبيانات بين مؤسساتها، وتتجنب التطوير والعمل بأسلوب التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بسبب مديريها وضباطها الجاثمين على المناصب سنين طويلة دون أي إنجاز. صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وثقت اكتظاظ دوائر الأحوال المدنية في بغداد وعدد من المحافظات بأعداد كبيرة من المراجعين في مشهد غابت فيه أبسط الإجراءات التنظيمية المعتمدة في ترويج المعاملات في الدول المتقدمة. مأساة مستمرة في ظل غياب نظام أو قانون يرتب وينظم المراجعين ويحترم كبار السن والمرضى، فضلا عن معاناة نحو مليون عراقي من أبناء المدن المنكوبة من عدم وجود أوراق ثبوتية لهم في ظل ظروف قاهرة كضعف الحالة المادية وتزايد الفقر بسبب النزوح، الأمر الذي يعيق وصولهم إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وإعانة الضمان الاجتماعي وزيادة خطر التعرض للتوقيف والاعتقال، ليتحول الأمر إلى كابوس يؤرقهم ومعضلة يصعب فك لغزها لإيجاد حل يخفف من آلامهم. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. عندي رسالة واتساب وصلتني تقول: السلام عليكم أستاذ أفل الغالي ورمضان مبارك عليك وعلى قناة الرافدين الكريمة. أخي أنا أستغرب على حال الشعب العراقي لما نوصل حالهم وهم يعيشون ويرون سرقة أموال بلدهم من قبل حكام البلد الفاسدين. هل نطلق عليه الشعب النائم أم الشعب الميت؟ أين ذاك الشعب الذي خرج في ثورة عارمة هي ثورة تشرين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليك أيها الشعب المخدر. هل شاهدتم الشعب المصري الأصيل كيف انتفض وغير ثلاثة رؤساء في سنة واحدة؟ أم أن المال والأحزاب عمت قلوبكم وأبصاركم؟ كفى بكاء وشكوى في القنوات الفضائية. إن كان فيكم ما تبقى من نخوة انتفضوا وغيروا هذا الوضع البائس والتبعية لإيران اللعينة. وشكرا أخي أفل الغالي، أخوك أبو محمد من النرويج. مشاهدين الكرام، مشاكل العراق كثيرة، لكن إذا ركزنا النظر وحاولنا نحلل ونريد نعرف شنو أسباب مشاكل العراق راح نلقاها وحدة: الفساد، المحاصصة، سوء الإدارة، سوء التنفيذ.
لما نفكر منو سوى ذني راح تلقوهم جهة واحدة، هي الكتل والأحزاب السياسية التي جاءت لحكم هذا البلد على ظهر الدبابة الأمريكية. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم بإذنه تعالى غدا، انتظرونا في أمان الله.